مشاهدينا كما تلاحظون قصف هائل الآن تتعرض له مدينة غزة. قصف هائل بدأ قبل دقائق ويستمر الآن كما تلاحظون. هناك وميض هائل للانفجارات على أكثر من منطقة في غزة، لست متأكد أي منطقة بالضبط، لكن كما تلاحظون هناك قصف كبير جدا، قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مناطق في مدينة غزة كما تلاحظون. القصف الإسرائيلي يدخل يومه غدا يدخل يومه أسبوعه الرابع في الواقع، وهذا القصف العنيف أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 7,000 فلسطيني بحسب أرقام وزارة الصحة، نحو أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. كانت معنا قبل قليل المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقلت عن أحد العاملين عندهم أن أهالي غزة تعودوا في الواقع على أن ساعة الغروب تكون ساعة رعب بحسب ما نقلت عنه، وهذا في الواقع ما نشاهده الآن. على أي حال هناك أصوات طائرات كما تلاحظ، أزيز طائرات في الأجواء، وطبعا بعدها سيأتي القصف والوميض. إذن قصف عنيف تتعرض له مدينة غزة، يطاول أحياء عدة فيها في نفس الوقت.